محور الجزائر روما يعيش على وقع ديناميكية ترسمها الإرادة السياسية المشتركة للجزائر وإيطاليا على أعلى مستوى، ويتضح هذا المسعى ويتأكد من الوتيرة المتسارعة التي تشهدها العلاقات الثنائية الجزائرية الإيطالية من خلال العديد من الاتفاقيات والزيارات الرسمية، ممثلة في زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى روما خلال السنة المنصرمة، وقبلها بأشهر فقط زيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر. العلاقات الجزائرية الإيطالية المتجدرة في عمق تاريخ البلدين عرفت محطات جديدة تذكرنا بصدق العلاقات المنسجمة القائمة على الاحترام المتبادل والرؤية البراغماتية في رعاية المصالح المشتركة، شراكة وجدت في البلدين تربة خصبة لترقيتها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية المتميزة. علاقات بين إيطاليا والجزائر علاقات قوية وستتقوى أكثر إن شاء الله في المستقبل القريب جدا. إيطاليا بنسيجها الصناعي وقوتها الاقتصادية وعمقها الأوروبي وجدت في الجزائر شريكا متميزا ببعده الإفريقي ومؤهلات في حجم مساحة الجزائر وفرص الاستثمار قلما تجتمع في بلد واحد. معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار التي تجمع الجزائر وإيطاليا منذ 18 سنة سمحت برفع سقف طموح التعاون الثنائي على المستوى المغاربي والأوروبي والإفريقي، بحيث أصبحت الشراكة الجزائرية الإيطالية نموذجا ناجحا بين بلدين من ضفتي المتوسط ورقما بارزا في المعادلة الجيوسياسية على ضوء الرهانات الدولية الجديدة. قناعتنا هو أن مستقبل أفريقيا ومستقبل أوروبا يجب أن يكون مستقبلا مشتركا، والجزائر في هذا المجال هي نقطة هامة مركزية. الجزائر إيطاليا علاقات تاريخية واستراتيجية وصفحة جديدة على درب ومبادئ صديق الثورة الجزائرية إنريكو ماتي الذي سند القضية الجزائرية خلال ثورة التحرير المجيدة.